بالنسبة للجماهير القادمة من خارج دولة الإمارات، هل راح يكون في أي تعامل خاص بالنسبة لموضوع التأشيرات أو موضوع التأشيرات من دول مثل العراق سوريا مثلا؟ كل الجهات الرسمية الموجودة اللي خاصة في التأشيرات وهالأمور هذه راح تكون عندها تنسيق إن شاء الله مع السفارات ووكالات السفر مع طيران الإمارات الناقل الرسمي للبطولة. كل الجهات هذه راح تكون متعاونة بحيث تعيش أي واحد من الجماهير لبطولة مميزة إن شاء الله، وتسهل في نفس الوقت عملية الحضور والسفر لدولة الإمارات. من هو المنتخب الأوفر حظاً للفوز باللقب؟ والله شوف، نحن بالنسبة لنا أمنيتنا أن منتخب الإمارات هو الفوز باللقب، لكن هدفنا بالتأكيد من خلال البطولة هذه أن يكون البطولة فيها منافسة كبيرة من جميع المنتخبات. شفنا المنتخبات الآسيوية اللي شاركت في كأس العالم مستوى عالي، وبالتالي نحن محظوظين أن راح يكون عندنا إن شاء الله بطولة فيها عدة منافسة. السؤال الأخير، شو توقعاتك للمنتخب السوري؟ المنتخب السوري كان ما شاء الله يعني على بعد ضربة، يعني على بعد شيء بسيط من أنه يتأهل إن شاء الله. فنتوقع أنه بالأداء اللي قدمه واللي كان قريب من الملحق، نتمنى أن فعلا منتخب سوريا، لأنه منتخب محبوب من الجميع، منتخب كل يتمنى، نتمنى أن فعلا يكون قادر على أن يذهب للبعيد، وما في شيء يعني صعب على الشباب في المنتخب السوري، سواء هم خبيرين إخوانه أنهم يأدون على مستوى. فمتأكدين نتمنى الجمهور السوري يعني أن يكون معهم على أعلى مستوى. الأبيض الإماراتي بوصل للفاينال؟ هذا الهدف أكيد، هذا الطموح بالنسبة لنا الحين، إن شاء الله يوصل للسيمي فاينل والفاينل، الجمهور متأكدين راح يكون معهم.